هل تعلم أن هناك ظاهرة غريبة تعرف باسم الضباب الدماغي؟ هذه الظاهرة تحدث عندما يشعر الشخص بعدم القدرة على التفكير بوضوح أو الانتباه بشكل صحيح نتيجة للتعب الشديد أو التوتر النفسي. يصف الأشخاص الذين يعانون من هذه الظاهرة شعوراً بالضبابية العقلية، حيث يصعب عليهم التركيز أو اتخاذ القرارات الصحيحة. قد تحدث هذه الظاهرة نتيجة لعوامل مثل قلة النوم، الإجهاد، التوتر النفسي، أو حتى بعض الحالات الصحية مثل الاكتئاب أو القلق.